هذه جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية. ماذا تقول شريف شحادي بعد قصف مخيم اللاجئين الفلسطينيين بطائرات ميج سورية؟ قصف المخيم، قل لي يعني هل قصف من السماء هكذا؟ يعني كن صريحين يا اخي، كفي يعني يا شريف شحادة، الامور الان استوت، كل شيء اصبح واضح للعيان، الكاميرات تصور.